لا شك أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لا يزال محط الأنظار بعد زواجه من السعودية رجوى آل سيف، والتي أصبحت أميرة بقرار ملكي بعد عقد قرانها مباشرة. وينتظر المتابعون أخباراً عن الأمير الشاب وزوجته اللذان غابا عن الأنظار منذ زواجهما لتمضية شهر العسل، إلا أن الأمير الحسين قرر الظهور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ليوجه كلمة مؤثرة إلى والده الملك عبد الله الثاني. وفي التفاصيل، نشر الأمير الحسين عبر حسابه على إنستغرام صورة لوالده ظهر فيها باللباس العسكري بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع، وكتب الأمير الحسين في التعليق: شكراً بحجم الوطن إلى من علمنا التفاني والوفاء، دمت فخراً لهذه الأمة العظيمة. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة مشيدين بالملك عبد الله ومتمنين له العمر المديد، كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة بعيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين من قادة دول شقيقة وصديقة. وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني بهذه المناسبة سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير والبركة وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. كما تلقى جلالة الملك برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات وقاضي القضاء ومفتي عام المملكة وأمين عمان ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة والأمن العام ومدير عام المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين. كما تلقى سمو الأمير الحسين ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة الوطنية.